السلام عليكم ورحمة الله. بما أن احنا في أيام معرض الكتاب، فعايز أشارك مع حضراتكم إزاي يبقى عندك مكتبة قيمة. عايز أقترح على حضراتكم بعض الكتب لو رايحين معرض الكتاب تشتروها في مختلف العلوم. والواحد لما دايما يتكلم على العلم مش بيقصد بس العلم الشرعي، التفسير والفقه والحديث، إنما أي علم يرقي إنسانيتك، سواء يرقي سلوكياتك أو يرتقي بأفكارك وعقلك أو يرتقي بروحانياتك ومشاعرك. ويمكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشهر دعوة ربنا أمر بيها في القرآن، وقل رب زدني علما. والعلم النافع هو كل ما يرتقي بإنسانية هذا الإنسان. وأنا عارف أن تكوين مكتبة ده شيء مكلف، الكتب غالية، بس هي رحلة يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، بتحط كتاب ورا كتاب في المكتبة. وما في جانب من جوانب الإنفاق في سبيل الله زي الإنفاق على العلم. ربنا بيخلف، ومش بس كده، ده استثمار كبير في شخصيتك، لأن العلم بيعمل لك ثقل، والثقل ده هو أحد أكبر عوامل النجاح، ثقل العقل والشخصية. وأنا النهاردة عايز أقترح عليكم بعض الكتب في العلوم المختلفة، ونبدأ بالعلوم الشرعية مع بعض. اللي عايز مثلا في باب التعرف على الله، معرفة صفات ربنا سبحانه وتعلق بالله سبحانه وتعالى، هقول لك على كتابين، وكل واحد وميزانيته، اشتري الكتابين أو اشتري النهاردة كتاب وبعدين لما ربنا ييسر تشتري الكتب التانية. الكتاب الأولاني في التعرف على الله كتاب اسمه لأنك الله للأستاذ علي جابر الفيفي، أسلوب رائق جدا في فهم صفات ربنا وإزاي بيعاملني بيها في المواقف المختلفة في الحياة. لو عايز تشتري كتاب تاني، كتاب اسمه الأسماء الحسنى للإمام القشيري، بيتكلم فيها إزاي تعرف معاني أسماء الله الحسنى فتتعلق بربنا وتتعلق بصفاته، ثم كيف تتخلق بها مع الخلق. وعلى فكرة هو ده التدين، تعرف على الله فتتعلق به، ثم تاخد الصفات اللي انت تعلقت بيها من ربنا وتعامل بيها الناس. في جانب الفقه، ازاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا النبي كان بيعبده عليه الصلاة والسلام، في جانب الكيفية يعني، في كتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة لدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله، بيكلمك عن الصلاة والصيام، أركان الإسلام وكيفية فعلها، سيدنا النبي كان بيعملها ازاي، وآراء الأئمة الأربعة فيها. اللي عايز يتوسع أكتر يشتري كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي رحمه الله. اللي عايز يبقى عنده أحاديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نصوص أحاديث النبي، كلام النبي في مختلف جوانب الحياة، رقم واحد لازم يبقى عندك رياض الصالحين بتاع الإمام النووي. لو عندك اشتري السنة دي كتاب اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها للإمام أبي جمرة، هيقول لك على كثير من أحاديث سيدنا رسول الله في الجوانب الأخلاقية والجوانب العقائدية، تعرف سيدنا النبي في مختلف جوانب حياتك كان بيقول لك إيه. طيب، الناس اللي بتدور على الرقائق، إزاي يتعلق أكتر بالآخرة ويحسن أخلاقه وسلوكياته، هقول لك على 3-4 كتب مهمين جدا. الكتاب الأولاني في الأخلاق اسمه تنبيه المغترين للإمام الشعراني، بيتكلم فيها إزاي سلفنا الأوائل من الصحابة والتابعين واللي بعدهم كيف تربوا على أخلاق سيدنا النبي وعاشوا بهذا التدين في حياتهم، فكان تدينهم تدين أخلاقي مع بعض فارتقوا بالأمة الإسلامية، فبيكلمنا عن الموضوع ده، تنبيه المغترين للإمام الشعراني. وفي كتاب تاني اسمه بداية الهداية للإمام الغزالي، تكلم على بعض العبادات والمعاني اللي وراء العبادات، ازاي تأثر في أخلاقك، ثم تكلم على الأخلاق الأساسية اللي بيحتاجها العبد في سيره إلى الله في رحلة الحياة. يبقى تنبيه المغترين ثم بداية الهداية للإمام الغزالي. اللي عايز يبقى عنده فتاوى في البيت، يعني عنده مواقف بتحصل له في الحياة وعايز يعرف حكم الشرع فيها إيه، في سلسلة كتب لدكتور علي جمعة اسمها فتاوى عصرية، خلاصات بقى من خبرات دكتور علي جمعة ومعاملاته مع الناس ومئات الألاف من الأسئلة اللي اتعرضت عليه، حطها لك في سلسلة كتب اسمها فتاوى عصرية. ومن كتب الفتاوى المهمة جدا كتب الفتاوى بتاع الدكتور عطية صقر، واسمها موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، برضو في منتهى الجمال. والدكتور عطية صقر دايما بيتكلم بالدليل، فتعرف الفتوى وتعرف ليه هو أفتى بالفتوى دي. اللي عايز يتعرف أكتر على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقرأ السيرة النبوية ولكن بعمق وتحليل، في كتابين، كتاب السيرة النبوية للإمام حسن الندوي يحكي لك قصة حياة سيدنا النبي ويعلق ليه النبي تصرف هنا بالطريقة دي، وزيه كتاب فقه السيرة النبوية للإمام محمد سعيد رمضان البوطي، برضو بيحكي قصة حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يعلق ليه النبي هنا عمل كده.
فيعلق قلبك بأفعال رسول الله والحكمة من وراء أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يبقى عنده فكر ويتأمل في أحكام ربنا والحكمة من أحكام ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى عنده بعد كده ورؤية في الشريعة الإسلامية، يشتري كتاب كبرى اليقينيات الكونية للإمام محمد سعيد رمضان البوطي. بيتكلم على إثبات القضايا الغيبية بطريقة عقلية، إزاي تتأكد من وجود الله سبحانه وتعالى، إزاي تتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولاً عليه الصلاة والسلام، إزاي تفهم يعني بالعقل إن القرآن وحي والسنة أيضاً وحي من ربنا سبحانه وتعالى، المعاني الغيبية كيف تفهم بطريقة عقلية. ثم في كتاب مهم جداً اسمه الجانب العاطفي في الإسلام للشيخ محمد الغزالي. ثم في كتاب ثالث أو مجموعة كتب صغيرة جداً اسمها سلسلة علماء العرب للأستاذ سليمان فياض، حكي لك على علماء العرب وكيف أسهموا في الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ. اللي عايز بقى يشتري كتب تفسير ويتأمل في كلام ربنا سبحانه وتعالى، هقولك على ثلاث كتب بالترتيب. مهم يبقى في مكتبتك كتاب صفوة التفاسير للإمام محمد علي الصابوني. الإمام الصابوني بيجيب لك الآية وتحتها سطرين تفسير لمعاني الكلمات، ولو في قصة في الآية وسبب نزول يحكيه لك. ولو عايز تتوسع أكثر تشتري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، أكثر توسعاً وعدد مجلدات أكبر للعايز يقرأ القرآن بتأمل وتدبر أوسع. اللي عايز يربط القرآن بالسنة، يعني الآية ثم الأحاديث المشابهة للآية من سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشتري كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي في منتهى الجمال. ده بالنسبة للعلوم الشرعية. بالنسبة للعلوم الحياتية، الشباب اللي مهتم بعلوم الإدارة، في كتاب اسمه One Minute Manager، مدير الدقيقة الواحدة، بيكلمك على إزاي لو أنت بتدير أسرتك، بتدير في شركة، إزاي في دقائق قليلة جداً تكسب قلب الموظفين اللي بيشتغلوا معاك وتزود ثقتهم في نفسهم وتخليهم أكثر انتماءً للشركة اللي أنت بتشتغل فيها، مهم جداً. في كتاب اسمه 21 صفة للقائد لا غنى عنها لجون سي ماكسويل. جون سي ماكسويل 21 صفة للقائد لا غنى عنها، كتاب مهم جدا لأي حد عايز يرتقي في العلوم الإدارية. الشباب اللي بيحب يقرأ بقى في علم النفس ويفهم طبايع البشر، فيقدر يحلل نفسيته ويفهم دوافع السلوكيات، في كتاب اسمه Games People Play، ألعاب يلعبونها الناس أو ألاعيب الناس. تكلم على الأدوار اللي الناس بتعيشها في الحياة، دور الضحية، دور الطفل، دور القائد المسيطر. كتاب في منتهى الغنى. الكتاب ده أحد علماءنا كان بيوصينا بيه السنة دي، لو البني آدم عايز يفهم دوافع تصرفاته وأيضا دوافع تصرفات الناس، بتاع واحد اسمه إريك بيرن، يبقى Games People Play، وموجود باللغة العربية على فكرة. من ضمن الكتب الجميلة كمان كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. الذكاء العاطفي ده إزاي تعرف تفرز مشاعرك، تفهم أنت خايف ولا قلقان ولا متوتر، تفهم أنت غضبان ولا محبط، تعرف تفرز المشاعر وإزاي تسيطر عليها وتتحكم فيها. من أجمل الكتب لأي حد عايز يرتقي سلوكياً الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. كتب العلاقات والمعاملات، في كتاب اسمه إلهامات فكرية يومية أو إلهامات يومية لروبن شارما، كتاب عبارة عن 365 صفحة، كل صفحة فيها 4 سطور بيقولك على معنى كده في الحياة يفرق جداً في نضج شخصيتك. كتاب 16 قانون للنجاح ده مهم جداً بتاع نابليون هيل. كتاب سلوكي في العلاقات في منتهى الجمال، 16 قانونا للنجاح. بص، أي كتاب تلاقيه لواحد اسمه ريتشارد تامبلر تشتريه، وغالبا هو عنده كتب اسمها قواعد، قواعد الحب، قواعد العمل، قواعد الإدارة، قواعد التربية، قواعد الحياة، كتب دي كلها عندي في منتهى الجمال أو أغلبها يعني. ريتشارد تامبلر أولا ميزته إن هو بيتكلم كلام قصير وتو ذا بوينت زي ما بيقولوا، يعني كلام واضح جدا، الكتب بتاعته مش كبيره، ما فيهاش كلام كتير بره الموضوع. فاشتري كتب ريتشارد تامبلر اللي مكتوب عليها كلمه قواعد ثم اي بقى ايه جانب من جوانب الحياه. بالنسبه لتربيه الاولاد والبنات، الشباب بقى ايه اللي لسه هيخلف او اللي مخلف وعايز يربي تربيه سويه، هقول لك على ثلاث كتب مهمين جدا. الكتاب الأولاني وده من أهم الكتب، كيف تنشئين طفلا ذكيا لجون جوتمان. جون جوتمان ده دكتور في علم النفس ومن أهم الناس اللي لو شفت له أي كتاب تشتريه، كيف تنشئين طفلا ذكيا. كتاب فن الحوار العائلي بتاع دكتور جاسم المطوع، كتاب جميل برضو. وكتاب الأسرار السبعة للتربية المثالية لشيلي هيرولد، بعتذر لو كنت بقرأ الأسماء مش منضبطة قوي، بس مهم جدا الكتاب ده، الأسرار السبعة للتربية المثالية. الناس بقى اللي متجوزة،
سواء اللي متجوزين جديد او اللي لسه هيتجوزوا بيبنوا بيت، او الناس اللي متجوزه من سنين ومش حاسه بالاستقرار والسكينه. هقول لك على كتابين في فهم طبع الجنس الاخر، لانك عايش في البيت متجوز اكتر حاجه انت محتاجها تفهم دوافع، لو انت راجل، دوافع الست وايه اللي بيزعلها وايه اللي بيخليها محبطه وايه اللي بيخليها في احسن حالتها، والعكس برضو في فهم الست للراجل. كتاب 5 لغات للحب بتاع جاري تشابمان، وكتاب 7 مبادئ للزواج الناجح بتاع جون جوتمان. دول من الكتب المهمين جدا في نجاح الحياة الزوجية. أي بقى وانت بتتمشى في معرض الكتاب، أي كتاب لروبن شارما، جون جوتمان، جون سي ماكسويل، دكتور مصطفى محمود، دكتور شريف عرفة، كتبه جميلة جدا جدا، دكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ريتشل تامبلر، أي حد من الأسماء دي، أي كتاب تلاقيه وكان عندك ميزانية اشتري الكتب دي. واحنا السنة دي الحمد لله رب العالمين في معرض الكتاب أنا عندي كتابين السنة دي، وأنا كنت حابب أن أنا أعمل وجبة كده إيه يعني متكاملة، أخلاقية، نفسية، سلوكية، روحانية في الكتابين النازلين. كتاب الأولاني هو كتاب غالي عليا جدا جدا، هو كتاب إنسان جديد. إنسان جديد ليه ذكريات معايا جميلة. الكتاب ده بيتكلم على الضغوط النفسية وأعباء الحياة اللي بتحصل في حياة الإنسان بسبب سلوكياته السلبية. انت ماشي في رحلة حياتك كده، ساعات تبقى مضغوط نفسيا جدا ومتوتر جدا بسبب سلوكيات معينة وعيوب. ازاي تكتشف العيوب دي، وازاي تعرف السلوكيات السلبية دي، وازاي تعرف تسيطر عليها وتصلحها؟ لأن الحياة في رحلة السعي على الأرزاق وجهاد النفس وجهاد الشيطان مش ناقصة إن الواحد يبقى عنده سلوكيات سلبية وعيوب مكررة عاملة ضغط نفسي عليه. الكتاب ده ينفعكم جدا جدا يا شباب، واتمنى. احنا طبعا متناولين موضوع الاعباء النفسيه والضغوط النفسيه من وجهه النظر الشرع الشريف ومن وجهه نظر العلوم النفسيه الحديثه. ان شاء الله يعجبكم الكتاب، هتلاقوه طبعا في دار نهضه مصر. الكتاب الثاني برضه في نهضه مصر كتاب اسمه يوم في الجنه. الكتاب ده من اجمل الكتب اللي الواحد عملها في حياته، بيتكلم على مشاهد السعاده اللي في الاخره. واحنا في رحله الحياه وفي ضغوط الحياه الواحد بيبقى محتاج يشوف الجنة قدام عينيه، وتبقى الجنة هي الدافع الأساسي لسلوكيات الواحد طبعا بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى. أنا بكلمك من أول في رحلة الآخرة، من أول نزول القبر والعرض على ربنا سبحانه وتعالى والميزان والصراط ودخول الجنة ومنازل في الجنة، بس مشاهد النعيم بس، بحيث أنت لما تقرأ يحصل لك حالة من الاستبشار وتتشجع كده على السير إلى الله السوي في إكرام الخلق وحب الخالق وانت ماشي في رحلة الحياة. طبعا ده بالإضافة للكتب اللي نزلت الفترة اللي فاتت، سواء كان كتاب كلمة أو كتاب قصة حب أو الكنز المفقود أو خدعوك فقالوا أو عيش اللحظة. ربنا يقدركم إن شاء الله ويخلف على كل واحد رايح معرض الكتاب وينفق في سبيل العلم، ويقدرنا نعمل مكتبة كده يوم ورا يوم تكبر ونورثها للأجيال اللي بعدنا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وهي موجودة في الكتب والعلم، وعلم ينتفع به وهي موجودة برضو في الكتب والعلم، وولد صالح يدعو له. إن شاء الله تستمتعوا بمعرض الكتاب، شوفكم هناك على خير. السلام عليكم ورحمة الله.